والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا هنشرح دلوقتي إزاي أنت بتعمل ديزاين النتورك عندك. إحنا دلوقتي عندنا الإيدج سويتش اللي هو 2 سوفوس، واحد أكتف واحد باك أب، واتنين كور سويتش واتنين ديستريبيوشن والأكسس سويتش عندك، وعندك الداتا سنتر سويتش، الداتا سنتر فاير وول، والسيرفرات عندك ورا الفاير وول. إحنا الديزاين ده انا حطيت ديت اسمها سيرفر فارم، حطيتها في ورا يعني جنب طبقة الكور. عندك هنا في حاجة اسمها اي اس بي زون اللي هي بيبقى فيها الانترنت والامبليس بتبقى واصلة على الفايروول. تمام، هنبدأ نوصل الدنيا كده واحدة واحدة لطبقة الكور من فوق. ده كده بورت واحد، تمام اوكي، وده كده واصل على بورت برضه نفس الكلام على بورت واحد. هنا بقى يا جماعة الخير هنبدأ نحط، عشان احنا هنشغل دول برضه مش هنشغلهم هاي افيلابيليتي، لأن بص يا جماعة أنا هشغل راوتنج تيبل هنا، فطبعا أنا مش هينفع إن أنا في ار ار بي مش هشغله هنا. تمام، في ار ار بي هشغله تحت على ال، بس احنا واحدة واحدة هتعرف الدنيا ماشية ازاي. وهنا برضو نفس الكلام ده هيتوصل هناك، هيتوصل هوصل هنا دي كيبل برضو، وهبدأ إن أوصل برضو الدي بي 2 كيبل، لو تقدر توصل 2 كيبل عشان يبقى إيه لو كيبل وقع ولا حاجة تقدر. بص يا جماعة لو تقدر تزود زود يعني ما بين التو كور سويتش ده أو 2 ديستريبيوشن سويتش، لو تقدر تحط 2 فايبر ماشي مفيش مشكلة، وتعملهم مثلا شانل الموضوع بسيط جدا جدا، متبخلش على نفسك. هتزود بورت بس هتبقى انت متأكد 1000000% ان ما عندكش في مشكلة ان اللي هو الكور سويتش يحصل دروب بسبب الايه ال HA link ما بينهم. نبدأ هنا نوصل للأكسس سويتش، هوصله برضو هنا، واصل هنا هوصله هنا برضو. تمام، هنا نوصل الموضوع جدا، موضوع بسيط جدا يعني هتوصل هناك. تمام، أنا هبدأ بقى إيه بديستريبيوشن سويتش، نبدأ نوصل ده برضو بالداتا سنتر. تمام، داتا سنتر فارم أو سيرفر فارم زي ما أنتم شايفين كده. هنعمل هنا اتش اي اكتف باسيف، هنا اتش اي اكتف باسيف، وهنا اكتف باسيف، بس في طبقة الكور مش هنطبق أي حاجة، مش هنفعل في ار ار بي. هو يفضل في طبقة الكور لو انت الكور عندك سبورت للستاكينج فعل الستاكينج، الكور عندك سبورت للستاكينج فعل الستاكينج، سبورت للبيزنس فعل البيزنس، مش ان انت تفعل بروتوكول الفي ار ار بي واحد اكتب واحد فقط. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ طبقة ما بين الديستريبيوشن والكور، انا هفعل راوتنج تيبل، فالراوتنج تيبل هو هيختار افضل مسار ان يطلع لي النتورك بتاعتي للداتا سنتر و للانترنت. تمام، فاخش على ديستريبيوشن كور سويتش هشغله الاول، و نبدا نعمل معاه كونفيجريشن واحده واحده. تمام، الكونفيجريشن هيبقى كتير بس ان انت تركز. انا هبدا بالديستريبيوشن دي، انا بناء على الديستريبيوشن هعمل الكونفيجريشن وافعل الفي ار ار بي وافعل الفيلانات وافعل بروتوكول بي تي بي، وبناء عليه الاكسس سويتش هتاخد الكونفيجريشن. تعالى بس ايه اخش على الديستريبيوشن 1،
بسرعة كده عشان الفيديو ما يطولش معايا. لاب ديستريبيوشن 1 لاب ديستريبيوشن 1 نبدأ نخش عليه. أول حاجة أقول كده أقول distribution أو primary dist مثلا dist 1 أو dist primary dist primary dist switch كده. نقول له enable secret enable secret Cisco username Cisco لاين كونسول 0 لوجن لاين كونسول 0 لوجن لوكال. هنفعل هنقفل الاكسس على الكونسول على الكونسول وتقول له لوجن سنكرونايز ونقول له نو. هنقول له اكزيت الاكزيلري طيب طيب مثلا دقيقة مثلا 1 minute 60 ثانية تمام. نقول له exit نقول له IP domain name Adam مثلا. نقول له no IP domain lookup. نقول له كريبتو كي. ده انا بعمل ده كله يا جماعه عشان اي افعل اس اس اتش جنريت ار اس اي الفا 24. نقول له اي بي اس اس اتش فيريانت 2. نقول له اي بي اس اس اتش اوثنتيكيشن اوثرايز هي الديفولت 3 مرات هنخليها 2. نقول له اي بي اس اس اتش تايم اوت مثلا 60 ثانيه. حالة إن أنا قعدت السيشن أيدل مثلا لمدة 60 ثانية يعمل لوج أوت للسيشن تمام. ممكن نقول له مثلا هنا نقول له لاين بي تي واي 4 5 سيشن ونقول له لوجن لوكال. نقول له ترانسبورت انبوت اس اس اتش بس. وممكن تقول له كمان الايدل تايم برضك اسمها ايه الاكزيت تايم اوت. ممكن تقول له مثلا 1 مينيت ل 60 ثانيه. وفي حاجه تانية ممكن اكسس كلاوزز هنعملها دلوقتي عشان نجرب سكيورتي تمام. نقول له اكزيت نقول له ايه تاني نقول له لوك في امر كده اسمه لوجن سوري لوجن لوك ثاني لوجن سكيورتي ايوه بلوك. الامر ده يا جماعه ممتاز جدا جدا يعني في حاله بس احنا هنفعل حاجه الاول قبل ما نعمله. نقول له سيرفيس باسورد انكريبشن ونقول له سيرفيس ايه تاني تايم ستامب لوج داتا تايم ملي سكند ونفس الكلام سيرفيس تايم ستام ديباج ديت تايم ملي سكند تمام. نقول له لوجن لوك دي بقى اقرا الكلام ده يا جماعه. لو التايم بيريود ان سكند يقول لك لوجن بلوك 4. لو دخل مثلا لوجن لوك فور لمدة 60 ثانية التايم بيريود ان سكند 60 ثانية تمام. في حالة ايه الاتم كم مرة ماكسيموم 3 مثلا ويز ان بيريود اللي هي ويز ان في كام في كام ثانية. لو عمل دخل مثلا ال 3 محاولات مثلا في 30 ثانية هيقفلهولي لمدة دقيقة واحدة أو 60 ثانية بس.
لوجن بلوك 4 60 ثانية، في الستيشن لمدة 60 ثانية، في حالة إن هو التم عمل 3 محاولات لوجن في خلال 30 ثانية. تمام، يعني ال3 محاولات فاشلة، وتقول له اللوجن وتقول له اون سكسس برضه، واللوجن يعني هو يظهر لك اللوجن في حالة السكسس واللوجن اون فيلر. تمام، يبعت لك ان هو اللوجن ان سكسس، يعني بقول لك الاوبشن ده سكسس في اللوجن، يعني مثلا لو في عمليه اللوجن اتمت مثلا سكسسفلي يظهر لك كده في اللوج ان هو تم عمليه ايه اللوجن بنجاح. دي تاني خطوه في عمليه السكيورتي، عندنا الاس اتش والانيبل باسورد، وعملنا الدومين لوك اب، قفلناه قلنا ان هو اي بي دومين لوك اب. تمام، هنبدأ نعمل البورتات ما بين الاكسس سويتش كلها ترنكات، نقول له انترفيس رينج، انترفيس رينج الاول كده، ونقول له ايثرنت 0 او 1، ثواني 1 0 لواحد واحد واحد سلاش كده، ايثرنت 0 سلاش 3 اللي هو ده، ده 3 وواحد زيرو واحد واحد واحد. تمام، نقول له كده، نقول له سويتش ترانك كابستيشن دوت 1 كيو سويتش مود ترانك، وهنفعل مثلا هنا روت جارد على ال على الديستريبيوشن. تمام، نفس الكلام هنقول له، هنكري الفيلان الأول، نقول له فيلان 10، نقول له النيم اي تي فيلان 20، النيم اتش ار فيلان 30، سيلز. تمام، نقوم قايلين تاني كده اكزيت بي تي بي على ال بي تي بي الاول، ثواني نقول له بي تي بي VTB password أو نقول له VTB domain الأول، هذا من local، نقول له VTB password أو version الأول version 3، نقول له VTB password Cisco، نقول له هيك. تمام، أوكي، setting device password. تمام، قلنا سيسكو في تي بي باسورد، نقول له احنا كده في تي بي، واحنا قلنا في تي بي باسورد، ونيجي على هذا من بره نقول له انت في تي بي برايمري، نقول له انتر، ونقول له سيسكو اوكي. تمام كده، صار ال distribution switch ده صار هو ال primary server أو ال primary BTP server. تمام، ده اللي هيقدر يأثر في النتورك كلها. تاني حاجة هنقول له config t، هنخش على البيلانات بقى، نقول له interface interface VLAN interface VLAN 10، شوت داون، نقول له اي بي ادرس 10.10.10 2 255 255 255 0 واحد. اقول له ليه انت ما حطيتش واحد؟ هقول له الواحد ده هحطه للفيرشوال اي بي، هحطه للفي ار ار بي الفيرشوال اي بي، و انترفيس فيلان 20 اي بي ادرس 10.10.20.2 255 255 255 0، نقول له نو شوت داون،
وانترفيس VLAN 30 و نقوله نو شت داون. اي بي ادريس 10.10.30.2 255 255 255 0 تمام. اوكي تعالى نيجي للبورتات اللي هتوصل للكول سويتش من هنا ومن هنا. خلينا نفعل الفي ار بي الاول تحت الاسم ده الاول. نفعل نقول له انترفيس ايثرنت 0 سلاش 2. نقول له نو سويتش بورد. نقول له اي بي ادريس كام؟ دي مثلا هنقول له 10.10.40.1.255.255.255 تاني 52 تمام. ونقول له تمام هو نو شت داون. انا هقسم الشبكه اللي ما بين الكور سويتش هتبقى 10 40 1 255 انا هقسمها ايه كده. ونيجي اكزيت نقول له انترفيس فيلان 10. نقول له بي ار ار بي 10 10 10 1 بي ار ار بي 10. نقول له اوثنتيكيشن ثواني كده. الاوثنتيكيشن هخليها سيسكو او هنا بقول لك اوثنتيكيشن تكست سيسكو. نقول له بي ار ار بي بريوريتي هنحط ده مثلا 150 150 او 150 160. نقول له في ار ار بي 10 تراك. نقول له تراك 1 مثلا ب 60 تمام. نفس الكلام هننزل انترفيس فيلان 20 20 نقول بي ار ار بي 20 اي بي 10 10 20 1. والثانية نقول له اوثنتيكيشن كام؟ اوثنتيكيشن تكست سيسكو بي ار ار بي 20 سيكيورتي. في حاجة نسيتها بس هقولها لك دلوقتي. انا ناسيها او هي باي ديفولت انيبل يعني في الفي ار ار بي بس انا هقولها لك عشان تبقى انت واخد بالك منها. 160 وتقول له في ار ار بي 20 تراك مثلا تراك 1 سيجمنت 60 تمام. التانية برضو بنفس الكلام اللي هو 30 في ار ار بي نقول له في ار بي 30 10 20 30 1 في ار ار بي 30 نقول له في ار ار بي 30 تراك 20 تراك كذا تمام كده. المفروض كده اوكي. في حاجة تانية تعال نفعل كل ال تعال نفعل التراك لأن التراك لازم نفعله. نقول له تراك 1 نقول له انترفيس صارت 0 لاين بروتوكول. ممكن تقول له اي بي ان انت كده اي بي راوتنج مثلا راوتنج وتقوم انتر او تقول له مثلا ايثرنت 2 تقول له مثلا ايه تاني اي بي راوتنج اللي انت ممكن تفعل ايثرنت 0 0 0 0 سلاش 1 دي لو انت مفعل راوتنج بروتوكول
بس انا هنا هقول له 0 اللي هو الانترفيس اللي هو 0 سلاش 2، نقول له لاين بروتوكول، ونقول له لاين بروتوكول ده يعني الاب لا داون. لو الانترفيس ده صار اب او داون بيتحول للايه، تمام اوكي. وفي مثلا لو انت قلت له حاله الديلي مثلا، لو في ديلي ولا حاجه تقول له لا خلاص اكزيت خلاص اوكي. كده عنا الكور سويتش ايه 1، نروح على كور سويتش ايه 2، تمام. تعالى نروح على كور سويتش 2 ده او ديستريبيوشن 2 سوري. برضك لو مرة تلعب تاني يا جماعة فانتوا خدوا بالكم منها، تقول له مثلا secondary distribution list switch، تمام. وانتم قايل له enable secret cisco، ونقول له user name user cisco سكريبت سيسكو، وتقوم قايل له لاين كونسول كونسول زيرو اللوجن اللوكال تايم مثلا 61 اللوجن سينكرونايز مثلا سيرفيس باسورد سيرفيس تايم ستام ديباج داتا تايم ملي سكند، نفس الكلام هنعمله هنا في اللوج، ونقول له اي بي دومين ادم اي بي دومين سوري الثانية ديت نو بس مش هتبقى دومين لوك اب اي بي دومين لوك اب، تمام. نقول له كريبتو كريبتو كي جنريت جنريت كريبتو كي سوري كريبتو كي جنريت ار اس اي 1024 اس اس فيريان 2 اي بي اس اتش اوثنتيكيشن اي بي اس اتش تاني اي بي اس اس اتش كام اي بي اس اس اتش تايم اوت مثلا بعد كام، هو عندك ثانية يبقى 60 ثانية، تمام. كله لاين بي تو واي 0 4 لوجن ران سبورت انبوت اس اس اتش، هنقول له ايه تاني اللوجن كل اكزيت تايم اوت ثانية المينيت 1 مينيت 60 ثانية لوجن لوك لوك 4 لوجن لوك 4، احنا قلنا ديت لوك 4 لمدة 60 ثانية في حالة الاتم لمدة 3 مرات وزن في كام؟ خلال 30 ثانية، تمام اوكي. نقول له لوجن فور لوجن
فور سكسس او سكسس. config interface ايثرنت ديت كام؟ نفس الكلام نقول له range ايثرنت 0 سلاش 1 1 سلاش 0 2 1 ونقول له ايثرنت 0 سلاش 3 ايثرنت هنا 1 سلاش 0 1 سلاش 0 واحد سلاش واحد ودي زيرو سلاش ثلاثة تمام. نقول سويتش ترانك كابسوليشن دوت وان كيو سويتش سويتش تمام. هي أول خطوة. ثاني خطوة خطوة إن أنا إيه أفعل تاني خطوة إن أنا كده لازم أقوم راجع تاني للكور سويتش الأولاني كده سيسكو 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 نقول له كونفيج دي نقول له سبانينج دي هنقول له سبانينج تري فيلان من أول واحد لعشرة لغاية عشرة عشرة وعشرين وعشرين وتلاتين. نقول له انت روت برايمري نقول له سبانينج تري مود رابت بي اس تي تمام كده ده الروت بالنسبة لنا عشان ميحصلش لوب. وتعالى نقول الأخ ده السويتش ده السويتش اللي تحت ده نقومه بس الغرض ما خلينا هقول لك ليه أنا هفعل عليه الكونفيجريشن عشان أقوم بروتوكول بي تي بي تي أقوم ليه للكونفيجريشن دي لو ادي الكونفيجريشن دي ديستريبيوشن 2 للبي تي بي. تعالى بس كده نقول له كونفيج دي هوست نيم خلينا بس ايه في الديستريبيوشن مش هكتر اول كونفيجريشن بس تاخد الفكره نفس اللي هتعمله على الديستريبيوشن سويتش من سكيورتي تعمله على الاكسس سويتش. هنقول له مثلا هنا الانترفيس اللي هو ايثرنت الرينج اللي هو الرينج ايثرنت 0 سلاش 0 1 سويتش مود ترانك سويتش نقول سويتش ترانك الاول ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش مود ترانك تمام. نقول له اكزيت بس نخلي الاكسس مش عليه كونفيجريشن كتير نوم اي دي نوم بي تي بي دومين ادم بي تي بي فيرجن بي تي بي باسورد سيسكو ادم بي تي بي نقول له دو شو فيلان تمام اي تي نقول له انترفيس ايثرنت ايثرنت انترفيس ايثرنت اس اتنين نقول له سويتش مود اكسس سويتش اكسس فيلان عشرة سبانينج تري بورت فاست سويتش سويتش بورد سويتش بورد
او نقول له سبانينج تري برضو، سبانينج تري جارد انيبل تمام اوكي ورايت تمام. تعال نروح لديستريبيوشن تاني، نخش عليه كده نقول له سيسكو سيسكو انيبل سيسكو كومبيتي، نقول له في تي بي، هنقول له في تي بي دومين آدم، في تي بي دومين آدم لوكال، في تي بي دومين سوري في تي بي باسورد، او نقول له مثلا فيريان ونقول له في تي بي باسورد سيسكو هيدن سيسكو هيدن، نقول له في تي بي مود سكندري، في هنا سيرفر ممكن نقول له سيرفر بس اللي هيشتغل ممكن نخليه سيرفر عادي، هو سيرفر باي ديفولت خلاص. نقول له دو شو فيلان، فيلانات موجودة اوكي، نيجي نقول له سبانينج تري فيلان 1 و10 و20 و20 و30 اوكي، نقول له روت سكندري، نقول له سبانينج تري مود مود رابط بي اس تي تمام، نقول له انترفيس بسبنت 0/2 سويتش بورد اي بي ادريس 10 20 52 55 55 252، وننزل تحت الانترفيس نقول له انترفيس فيلان 10، نقول له اي بي ادريس 10.10.3.255 255 255 0، نقول شوت داون، نقول له في ار ار بي 10، نقول له اي بي 10.10.10.1 في ار ار بي 10 تاني بيوريتي مية، بي ار بي اوثنتيكيشن 10، اوثنتيكيشن تكست سيسكو بي ار بي 10 تراك دي. بص يا جماعة مش هتعمل تراك على اللي هو الباك اب خلاص، انت اللي بيعمل تراك على الاكتف، التراك ما بتعملش على الباك اب خلاص، هو الباك اب لو هيعمل ديكريمنت مثلا كام يعني 60، لا في اللي هو اللي اسمه ايه الباك اب، ما الكور ده يرجع التراك خلاص بيتلغي وبيرجع للبيوريتي بتاعته الأصلية تمام. عندك في أمر اسمه بي ار بي 10، في حاجة اسمها بريمنشن، ده باي ديفولت شغالة بريمنت، يعني دي شغالة باي ديفولت، يعني هي باي ديفولت على البي ار بي شغالة برضو. حتى لو انا رحت هنا في الكور سويتش الاولاني او الديستريبيوشن 1 قلت له مثلا سيسكو سيسكو سيسكو، قلت له شو بي ار ار بي، يقول لك الاولاني ده كده انكريمنت والبريمنشن هوريك انيبل، الاتش اس ار بي مش انيبل، فعشان كده قلت لك هي باي ديفولت يعني في بروتوكول الاي ار ار تمام. ديت يا جماعه بص ديت اللي هي موجوده عشان تتفاوض، يعني بعد ما الكور سويتش الباك اب او الاكتيف اللي هو يعني ده رجع تاني تمام، بيعمل ايه؟
بيروح يتفاوض وبيبعت حاجة اسمها بي ار بي مسج، يقول له اسمعني انا البيوريتي بتاعتي 150 او 160، تمام؟ يقوم التاني يشوف البيوريتي بتاعته مثلا كام، 100، يقول اه صحيح، خلاص اتفضل يا عم انت بقيت الاكل او بقيت الماستر. عشان كده البريفنشن امر بيجع بيخلي الكور سويتش والسويتشات ترجع تتفاوض مع بعض تاني عشان يشتغلوا. اما لو انت لغيتها فده يبعت له مسج ويقول له انا يا عم انا الماستر والبيوريتي بتاعتي 160 والتاني منفض. بعد 3 مرات خلاص ده يرضى الامر الواقع ويرجع هو باك اب، وده ده هو ايه، ده هو الماستر. تمام كده نرجع تاني نقول له انترفيس 20، نقول له بي ار ار بي، بي ار 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 بي كام 20، 23، ونقول له بي ار ار بي 20، 20 ده 21، سوري 20، لا بي ار ار بي ثاني، اي بي ادريس كام 20، سوري 20 3، و بي ار ار بي 23، و الاي بي بتاع 10.10.10.20.1، نقول له بي ار ار بي تاني 20، 20، ونقول له ثاني اوثنتيكيشن سيسكو. وما فيش تراك، هو بص يا جماعة، هو التراك هنعمله على الديستريبيوشن الاكتف. ليه؟ هو بص يا جماعة، انت عايز احسن التراك ده عشان يعمل ديكريمنت للبيوريتي، فانت مين اللي بيحصل بيه اول ما يقع بيقلل نفسه السين عشان يخلي الديستريبيوشن هو يحس ان هو اعلى بيوريتي اللي هو الاكتف. فانت الديستريبيوشن اللي هو الباك اب خلاص انا اعمل عليه تراك ليه، فاهم قصدي؟ فهو موضوع التراك مش مفيد ولا هينفعك فيه على الباك اب. تعال نروح للانترفيس ويلان 30، 30 له اي بي ادرس 10.20.30.3.255، 255، 255، 255 0، نقول له بي ار بي 10، سوري 30، 10 اي بي 10 دوت 10 دوت 30 دوت 1 بي ار بي 30، هتبقى كام؟ كام اللي هو الاوثنتيكيشن تكست سيسكو، تكست سيسكو. وهنا تاني التانية هتبقى البيوريتي بتاعته 100، اه صحيح. وانا عملت التراك هنا ب60، وده هنا البيوريتي بكام؟ بيوريتي كام هو؟ هنا البيوريتي 100، ثواني 100، عامله ب100. طب نقول له دو شو صورة، نشوف لو انا التراك اللي انا عامله البيوريتي بتاعته، لا انا فعلا هنا اصلا الديفولت بتاعتها 100، تمام الديفولت بتاعتها 100، نقول له تاني كده البيوريتي بتاعتها 110. ليه؟ 60 ناقص منها ماشي. و انترفيس ميلان 10، او نقول له ده انا شوت داون برضو، ونقول له البي ار انترفيس ميلان كام؟ 10، ميلان 10، نقول له بي ار ار بي 10 بيوريتي 110، لأنه باي ديفولت 100،
وهنا 20، نقوله في ار بي 20، نقوله دوشو في ار بي، خلاص ده كده يا جماعة. ده اللي هو دلوقتي هو الاكتيف، ده الباك اب. تمام، في حاجة انت لازم تاخد بالك منها، انا ما عملتهاش، لازم تاخد بالك منها جدا جدا، هي سيسكو. سيسكو سيسكو، بص يا جماعة، انا قلت له شو اي بي راوت. تمام، هو دلوقتي باي ديفولت شايفها دايركت كونكت، فانا دلوقتي لازم انا افعل حته الاي بي راوتنج، لانه باي ديفولت الكور سويتش شغال لير 2، فلازم انا افعل حته الاي بي راوتنج على التو كور سويتش. ما تنساش دي اهم حته في دي، ممكن تلاقي نفسك اصلا البلانات مش شايفه بعضها بسبب الحته دي. تمام، اي بي راوتنج. تمام، احنا المفروض كده يعتبر خلصنا الاثنين ديستريبيوشن، ونخلص ده كده اللي هو الاكسس التاني، وده خليه يشتغلوا، هنعمل عليهم بيزك كونفيجريشن، مش هنكتر عليهم كونفيجريشن كتير، خلاص يعني ايه كونفيجريشن بسيط. تعالى من الجهاز ده نقول له بينك على 10.10.10.1، ثواني نرجع تاني بره، نقول له بينك 10.10.10.1 السبورت باد ادريس. ليش باد ادريس؟ اي بي روتينج بروتوكول، بروتوكول نوت رانج، اول بروتوكول نوت رانج. ماشي اوكي تمام. تعالى من هنا نقوم الحاج ده، نخش على ديستريبيوشن 2، مش هكتر كونفيجريشن عليه لان الموضوع بسيط جدا. ال advanced configuration اعمله زي ال زي الكور سويتش او زي الديستريبيوشن يا جماعه، السكيورتي بتاعته. المره الجايه هنفعل ال HTTP snooping، ونفعل ال RP source guard، ال IP source guard، وال RP inspection والسكيورتي اللي انتوا عايزينه، بس انا بتكلم فكره عامه عشان لعب السوبرس. دي كده خلص موضوع، نقول له انترفيس رينج يصل من 0/0/1 سويتش ترانك انكابسوليشن دوت سويتش ترانك، نقول له اكزيت بي تي بي دومين ادم بي باسورد او فيريان، الاول فيريان 3 بي تي بي باسورد هيدن، نقول له سيسكو هيدن، هنحط ده كلاينت بي تي بي مود كلاينت، نقول له دو شو ويلان، خلاص تمام. نحط الانترفيس اللي هو ايثرنت 0. بص يا جماعه هنا عشان بالاكسس برضو التاني ده، نقول له كونفيج تي، نقول له سبانينج تري فيلان 1 و10 و20 و30، نقول له سبانينج تري مود سبانينج تري مود رابيد. تمام، ونفس الكلام ده هنيجي هنا نقول له switch mode access switch access VLAN 20 spanning 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 port fast spanning video spanning triple video guard enable، ونقول له exit spanning spanning VLAN 1 و10 و20 و30
نقول له مود مود رابت بيستي تمام اوكي دو رايت. نروح على اخ اللي هو التالت الاكسس سويتش التالت والباوند برضه كده إيه كده إيه الاول التالت التالت هيكون معانا هو ده سويتش اكسس سويتش 2. هنقول له هوست نيم الهوست نيم بتاع اكسس سويتش 2 نقول له كونفيج تي نقول له هوست نيم هوست نيم هوست نيم هوست نيم اكسس سويتش 2 تمام اكسس سويتش 2 بس هنا هوست نيم اكسس سويتش 3 اه ده سويتش 2 سوري دو رايت نروح لتلاتة نقول له الانترفيس ايثرنت 0 سلاش انولو رينج الاول رينج ايثرنت 0 سلاش 01 سويتش ترانك كيب سويتش دوت 1 كيو دوت 1 كيو دوت 1 كيو سويتش مود ترانك اوتو اكزيت اقول له هنا بي تي بي دومين ادم لوكال بي تي بي فاريانت بي تي بي باسورد سيسكو ادم بي تي بي مود كلاينت توشو فيلان تمام هنقول سبانينج تري فيلان 10 و20 و30 ونقول له المود بتاعي ثابت بي اس تي تمام اوكي نقول له انترفيس ايثرنت 0 سلاش 2 سويتش مود اكسس سويتش سويتش اكسس فيلان 30 سبانينج 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 بورت فاست سبانينج فيديو فيديو جارد نيبل سبانينج تري فيديو جارد نيبل هنا إيه ممكن يا جماعة هنا ثواني ممكن أنا هنا أجي عشان برضو سيكسايد برضو سيسكو 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 اي بي ادرس نقول له انترفيس فيلان 1 اي بي ادرس 10 في كام 192 168 خلينا مثلا نقول ايه 10 دوت 10 دوت 1 2 255 255 255 0 نو شت داون بي ار بي مثلا 1 اي بي 10 دوت 10 دوت 1 دوت 1 255 255 255 0 اه سوري سوري يا جماعة بي ار بي 1 نقول له 2 نقول له كده
اخليه كور سويتش التاني نفس اللي عملته هنا سيسكو سيسكو انيبل سيسكو انترفيس ودان 1 اي بي ادرس 10.10.1.3 255 255 255 0 VRRB1 IP 10.10.1.1 VRRB1 Purity Purity مثلا 100 Public VR أو لا 110 سوري 110 Public VRRB1 Syndication كام هو تكست دو شو بي ار ار بي اوكي ميلان 1 باك اب مصدر 10 10 ماشي هنروح ل اكسس 1 ده فين الاكسس 1 ده الاكسس 1 هنا ناخد الديستريبيوشن خلاص هنروح لاكسس 1 نقول له انترفيس بلان 1 اي بي ادريس 10.10.10 لا سوري 10.10.1.4.55.55.55 0 تمام نقول له نو شت داون اي بي دوت جيت واي يبقى 10.10.1.1 سيسكو لاين كونسول نقول له يوزر نيم نقول له يوزر نيم سيسكو سيكريت سيسكو لاين كونسول زيرو لوكال لوكال اي بي دومين ادم لوكال كريبتو نفس الكلام على اكسس سويتش 2 سيكريت سيكريت سيسكو يوزر سيسكو سيكريت سيسكو لاين كونسول زيرو لوجن لوكال لوجن سينك اكزيت تايم 1 اكزيت اي بي دومين نيم ادم لوكال
اس ايه 1024 اي بي اس اس اتش اللاين بي تو اي 04 لوجن لوكال ترانسبورت بوت نقول له اكزيت نقول له اي بي انت نقول له انترفيس انترفيس VLAN اي بي ادريس 10.10.10.5.55 255 0 ونقول له exit اي بي ديفولت جيت واي اي بي ديفولت جيت واي 10.10.10 سوري هنا انترفيس VLAN 1 نقول له 10.10.1.5 1.5 نقول له exit اي بي ديفولت جيت واي 10.10.1.1 حتى نقول له بنك على 10.10.1.1 على 10.10 أحلى كود سويتش التاني هنا فين فين هنا ديستريبيوشن أكسس سويتش تلاتة سيسكو سيكريت سيسكو لاين كونسول زيرو لوجن لوكال لوجن برضه نفس الكلام لوجن لوكال لوجن لوكال لوجن سوبرمايز اكزيت تايم ثانية اكزيت اي بي دومين نيم ادم لوكال ثواني كريبتو جنريت ار اس اي كريبتو كي كريبتو كي جنريت اي بي اس اس اتش بي تو اي بي تو اي 0 لوجن لوكال ترانسبورت انبوت اس اس اتش انترفيس انترفيس VLAN 1 اي بي ادريس 10 10 دوت 1 6 255 255 0 نون داون اكزيت اي بي ديفولت جيت واي 10 دوت 10 دوت 10 1 رايت كده مفروض هنا نيجي على الانتر على الكور سويتش الاولاني اللي هو ده ديستريبيوشن 1 نقول سيسكو نقول سيسكو 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 نقول له انترفيس أو هنا الدنيا طبعا دي بقى ده بس دي واصلة لمية في المية بس هذا بس ايه بس ما تشعرش الطريقة
داتا نملو انترفيس ايثرنت 0 سلاش 0 نقول له نو سويتش بورد، نو سويتش بورد، نقول له اي بي ادريس 10.40.5.255.255.252 اي بي ادريس 10.10.255. ايوه نو سويتش بورد، سوري نو سويتش بورد، نو سويتش بورد، مش نو شوت داون. نقول له تمام اوكي، نفس الكلام انترفيس اللي هو ايثرنت 0 1 نو سويتش بورد، نقول له اي بي ادريس 10.10.40.9.255.255.252. اوكي كده عندي كام بورد عملتهم؟ واحد اتنين تلاتة تمام اوكي كده تمام اوكي كده الأمور تمام كده. بعد راوتنج الـ OSBIF راوتر OSBIF 1 بنقول له network 10.10.10.0 أو نقول له 10.10.10.0 ممتاز. أيوة نقول له 0.0.0.255 area 0 نقول له network نفس الكلام كده نقول له 20 نقول له 30 ونقول له 40 زيرو ثواني هتبقى كام هنا؟ زيرو زيرو 55 55 زيرو ثلاثة و40 أربعة و40 ثمانية تمام تمام تعال نروح لـ distribution 2 اللي هو distribution ده 2 او نطلع فوق للكور. انا مش عايز اطلع للكور دلوقتي، عايز اخلص من ناحيه الديستريبيوشن كله. في ده ديستريبيوشن ايه ده البرايمري فين الديستريبيوشن؟ ايوه فين التو؟ تمام ايه سيسكو سيسكو نيبوت سيسكو سيبك من ده كده. هنا كونفيكتي كونفيكتي نقول له انترفيس ايثرنت 0 ستات 0 نو سويتش بورد، نقول له اي بي ادريس 10.10.40.13 255 255 255 252 اوكي ونقول له انترفيس اللي هو 10 نقول له نو سويتش بورد برضو سويتش بورد نقول له اي بي ادرس 10.10.40. ستاشر يبقى ايه 17 255 255 255 252 نقول له اكزيت راوتر OSBIF 1 نقول له نتورك 10.10 سوري 10.10.10.0 0 0 0 255 هي 0 نقول له 20 برضو و 30
30 و40، 40 بس 40 دي هتبقى 3، وهنا هتبقى 40 12. كام 40 12؟ مظبوط. وهنا 40 16. تمام كده أمورنا تمام، كده احنا أمورنا تمام. تعال نروح للكور سويتش. الكور سويتش الأولاني هو أنا مش هعمل عليه كونفيجريشن كتير، بس هو المفروض أنت تزود موضوع السكيورتي عليه وكده، بس أنا عايز بس إيه نقوم الدنيا، شوف الدنيا هتمشي فين. هنا ده فين فين كده، قفل ده كده. تعال نروح للكور سويتش 1. كور سويتش 1 الكونفيج دي هوست نيم، هوست نيم برايمري كور 1 برايمري كور. تمام، ونقوم قايلين له يا عم الحاج احنا هنعمل ايه؟ هنقول له بكل بساطة بكل أريحية هنقول له كونفيج انترفيس ايثرنت 0/2 نو سويتش بورت اي بي ادريس 10.10.40.6 255 255 255 252. شكرا. و 3 ده اللي جاي له من هنا، كان واحد كان جاي له كام هنا؟ واحد هنعرفه دلوقتي. هنا كان جاي له انترفيس اللي هو 03، نقول له نو سويتش بورد، نو سويتش بورد، نو سويتش بورد. نقول له اي بي ادرس 10.10.10.40.13.14 255 255 252. اوكي تمام تمام دي كده كان جاي له، كان هنا محطوط 13 وهنا كان محطوط 17. تمام، هنا كان تمام. نقول له انترفيس برضك انترفيس ايثرنت 0/3 انه هو كام؟ لا مش 3، هو 1. نقول له أحمد ثواني كده 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 نقول له اي بي ادرس 10.10.40 سوري 40، يبقى كنا اخرنا 16 20 هيبقى 21 255 255 255 252. تمام تمام يا عم الحاج. تمام كده اوكي. نقول له نو نقول له نو سويتش بورد، نو سويتش بورد الأول نقول له تمام. تمام في انترفيسز تانية زي الداتا سنتر هتبقى مثلا دي كده بورد خارج لها، بس هيبقوا كام؟ هيبقوا كام؟ هيبقوا 8 في واحد. لو هو اكتف باسيف، لو هو اكتف باسيف هياخد الاي بي ده فمش هيحتاج، بس هنخليه 8 ونقول 8. هيبقى هنا 4 8 هيبقى 24، هيبقى 24. نقول له هناخد من أول بعد 24 28 و 32، هنسيب اللي هو 24 و 28 ونبدأ من أول 32. تمام، هنقول له سوري انترفيس ايثرنت 0 0 نو سويتش
بورت اي بي ادرس 10 دوت 10 دوت 40 دوت 33 255 255 255 252 200 سوري 248 تمام اوكي. ودي التاني اللي هو انترفيس 0 سلاش 0 تمام 0 سلاش 0 اوكي نقول له ايثرنت 0 سلاش 1 واللي هو لا 1 سلاش 0 1 1 سلاش 0 نقول له نو شت داون نقول له اي بي ادريس. والميزة يا جماعة لو دي ستاكينج كنت هتعمل ايه؟ كان هيبقى اي بي واحد، بس المشكلة ان هو مش ستاكينج، انت الموضوع مش ستاكينج، فهتضطر ان انت تحط نتورك هنا وتروتها اوز باك. فهنقول له ايثرنت نو سويتش نو سويتش بورد، نقول له اي بي ادرس 10 دوت 10 دوت 40 دوت 41 255 255 255 248 كده تمام اوكي. هنقول له اكزيت ماشي اوكي تمام اكزيت 40 دوت 40 دوت 40 اوكي. نقول له راوتر راوتر اوز باف، نقول له نتورك 10، تعال نقول له بس كده دو شو اي بي انترفيس بري، هنقول له هنزيع انا اللي اصلا 02 نتورك 10 دوت 10 دوت 40 دوت 6 000 اريا 0 تمام. تاني ايه اللي انا هزيعه اللي هو واصل اللي هو 3 اللي هو 14 14 14 اوكي. وايه تاني هزيع 14 هنا هزيع ده كده هزيع 12 هزيع اللي هو 6 و14 وفي هنا هزيع اللي هو 21 21 21 وهزيع تمام هزيع كمان ايه عم احمد بس في حاجة احنا لازم نعملها عشان الموضوع يبقى سلس وجميل. ايه تاني يا عم احمد ايه هو تمام اللي هو 22 في اللي هو النتورك اللي راح للفايرول ده كام اللي هو اسر نت 0 سلاش 0 سلاش 0 سلاش 0 33. تعال نقول له 33 برضك 33 33 نقول له راوتر نقول له راوتر اي دي هنخليه مثلا ده كام خلي البيج بوس البيك بوس بتاعنا 6 نخليه البيك بوس ماشي انا خد معلم من تحت برضه في الديستريبيوشن سيسكو سيسكو نقول له راوتر اوز باف 1 راوتر اي دي نقول له 1 دوت 1 دوت 1 تاني 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 الأول distribution 2 سيسكو
صحيح، راوتر اوزباف 1، راوتر اي دي 2.2.2، نقوم قايلين له كده كلير، هنطلع فوق كده هنا في الكور 1، فين في الكور 1 هنا، نقول له اكزيت كلير اي بي اوز باث بروسيس، اوز باث بروسيس بروسيس. نفس الكلام كلير كلير اي بي اوز باث بروسيس. الثاني بروسيس. روح لي أخونا أخ شوكت اللي هو الكور التاني، صرت كونفيج تي هوست نيم 4، هوست نيم سكندري سكندري كده، سيبه بس ده عماله كده عمال يجري كده. هنقفل ده كده الاكسس سويتش عشان الدنيا متبقاش كتير معانا. الاكسس سويتش هنا، هنيجي على الكور التاني ونقول له انترفيس ايثرنت 02 نو سويتش بورد، نقول له اي بي ادرس كام، الاي بي ادرس بتاعك كام يا عم الحاج. هنا كنت انا خدت هنا كام 13، هنا حط 17 يبقى هنا 18، يبقى 10 دوت 10 دوت 40 دوت 18 255 255 252. نقول له نو سويتش، نو سويتش تمام، نو سويتش نقوم قايلين له ده الديزاين ده هنسيفه ونكمل ان شاء الله. بس هوريكم ان انا هوصل، انا هقوم الاتش اي هنا بس الكور سويتش، هوريكم ان الدنيا بتوصل ازاي هناك تمام. ونقوم قايلين له دي 8 18، وهنا نقول له انترفيس ايثرنت 0 سلاش 1 نو شت داون، نقول له اي بي ادرس عشان نو، مش نو شت داون نو سويتش بورد يا جماعة، نقول له اي بي ادرس 10 دوت 10 دوت 40 دوت 22 255 255 255 252. والانترفيس اللي هو 0 سلاش 0 نقول له نو شت داون، نقول له اي بي ادرس كام 10 دوت 10 دوت 40 دوت كنا 33 هنا، ودي 34 255 255 255 252 تمام اوكي. لا 248 سوري، نو سويتش بورد، نو سويتش بورد نرجع تاني الانترفيس اللي هو ايثرنت اللي هو 1.01، نقول له نو شت داون سويتش بورد، نقول له اي بي ادرس كام كده، كنا 41 و 42 42 تمام.
اوكي إيه كده 42 تمام. نقول له راوتر، نقول له راوتر راوتر باور سبيس دو شو اي بي اي بي باور سبيس او اي بي انترفيس نطلب بس ايه عدد الانترفيس 2 كامل انترفيس 2 2 18 وانترفيس 1 كام 1 22 و 0034. يبقى هنا كده نقول له عم احمد راوتر او اس بي زي ما احنا بنقول، ونقول له نتورك 10، او نقول له راوتر اي دي الاول، راوتر اي دي انت 5.5.5 نتورك، نقول له 10.10.10 او 40 سوري 40.18 زيرو 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 اريا زيرو نرجع تاني نقول له 22 هي 34 34 مظبوط اريا زيرو كده شو اي بي شو اي بي روت هو شايف كل الشبكات اللي دايركت كونكتد، وشايف الشبكات 10 و20 و30 و40 والشبكات التانية ديت بالاو اس بي اوكي، شايف شبكة كام اللي هي 10 18. الشبكة دي لسه ما قامتش معاه، لو قولنا السويتش ده المفروض هما يشوفوا بعض عن طريق الشبكة دي زي ما حضرتك لبعض، المفروض دايركت كونكت شايف هنا يعني هنا 34 شايفها دايركت كونكت، الشبكة بتاعتها 32 تمام كده. كده المفروض الكونفيجريشن أو نقول له دو شو اي بي اوزبيت نيبر نيبر فوق دي ار ويت دي ار اذر فين دي ار اذر فوق دي ار ثانية فوق دي ار سيسكو سيسكو يبقى سيسكو شو اي بي اوزبيت اوزبيت نيبر نيبر عندهم اتنين فول دي ار اتنين فول دي ار اتنين ازاي ده واحد ده واحد فول دي ار ستة اتنين بنام تلاتين اتنين بنام تلاتين بنام تلاتين البلانات ماشي. تعالى من هنا نقول له نقول له بنك على 10 10 40 34 بينك بس أربعة دي المفروض هو شايفها شو أي بي روت هو شايف 34 هو شايف كام هو 32 شايف 32 بالوزن وشغل 32 بالوزن يعني شو 33 34 34 دي مش شايفها سوري. تعال نروح للكورس سويتش 2 ده شكله كده ايه الأخ ده تعبان شو
انترفيس بريك او شو اللي هو 4034 ده اب اربعين اب اب المفروض شايف شبكات كلها هنقول له بينج 10.10.1 سورس انترفيس اللي هو مثلا 0/0 اللي هو 40 40 3 34 هو مش هيخش شبكة. طب خليه نقول له سورس مثلا B02 ده مش شغال. هو شايف شبكة 10 و20 وده كله عن طريق كام؟ 10 10 40 21 40 21 فين بقى 40 21 40 فين كده 40 فين يا عم 40 10 21 اسر 0 سلاش 1 اللي هو 21 21 ده 21 شايفه من هنا من خلال ده. خلينا نبنك على سيسكو بينك 10.10.40.18 18 مش هنشوفها كام 22 22 اللي هو الانترفيس بتاعه متشاف 18 عشان هنا مش متشاف. طب دي كام؟ دي 0 ده كده كام؟ احنا قلنا ده 5 5 7 دي كام؟ 8. في هنا انترفيس احنا مقلناهوش دي 0 ده 0 سلاش 1 0 سلاش 1 دي كان 9 9 وهنا كان 10 المفروض صح. دو شو هنقول له شو انيبل سيسكو وشو اي بي شو اي بي انترفيس بريف مظبوط 9. يبقى انا محطتش 3 ده على كل سويتش كام؟ كل سويتش 2 كل سويتش 2 هنقول له شو هنقول له شو اي بي انترفيس بريف هو أثرنت التلاتة فين تلاتة تلاتة صح مش نوت أصين لحاجة config interface أثرنت 0 3 no switch port IP address 10.10.10.10.40.40.10 255 255 200 255 252 تمام. نقول له تحتها اي بي او اس بي اف نقول له كده اي بي او اس بي اف 1 اريا 0 خلاص. المفروض دلوقتي دو شو دي ام ما بين 5 كده 5 ما بين كده تمام. نقول له دو شو نقول له شو اي بي انترفيس بريف ونقول له شو اي بي روت شو اي بي روت. دلوقتي الشات شايف
شغل الكونفيجريشن بتاع الوزبة في الشو run، هنشوف الكونفيجريشن بتاع الوزبة فعلا، الكونفيجريشن بتاع الوزبة في كورس الشو، هنعملش كونفيجريشن الوزبة فعلا دي 18 بتاع 22 34 مظبوط 34 هي دي ديت. لا مش ما عملتهاش، مش هعملها. وهنا ايه تاني؟ 34 تمام. تعال نروح للأخ اللي هو distribution on البروتول ده سيسكو. اي بي كروس بيف نيبر، ايوه ده البي دي ار ماشي، شافوا بي دي ار وده الدي ار ماشي. تمام يا عم كده. دي عشان البي ار ار بي يا جماعة، الدي ار تمام. ممكن نخلي هوم جرين هنا كده، نخليه عشان بس يعني ما نتركوش للبلانات. لو نظبط دي على ال distribution 1 config.d من الراوتر روز باف 1 ونقول له ال priority IP، هنقول له ال priority بتزيد تحت ال interface، sorry exit نقول له interface range، نقول له interface VLAN 10 10 و اي بي روز بيت واحد. بريوريتي بتاعته كام؟ بريوريتي بتاعته البريوريتي ممكن البريوريتي بتاعته اللي هي اي بي روز بيت بريوريتي على طول. المشكلة ان انا كده خلاص حتة البريوريتي بالنسبة لل خلاص، نقول له دي 3 مثلا وديت 20 20 ديت 3 وديت 30 ديت 3 دولايت تمام. هنروح للكور سويتش انترفيس كلها كونفيج انترفيس رينج، هنا هنقول له اسمت 0 0 1 هنقول له 0 سلاش 0 كويس لغاية كام يا عم احمد؟ 3 لغاية 3 لغاية 3 اي بي اوز بيف سكيورتي كام؟ نفس الحوار على الكور الثاني انترفيس كور 2 اللي هو الباقي ده السكندري على ال على ال يخليها مثلا انترفيس مثلا 9 ده هو الكور سويتش ده انترفيس رينج روز بيف 9 تمام. خلي الموضوع دي كول سويتش 2 ده كده 0 ده 0 2 جاي كده 0 0 0 0 ما جاش معايا 0 0 0 1 0 2 زيها بالظبط ماشي ممتاز. كونفيج تي انترفيس رينج اوزبيف انترفيس اسمها 0 0 3 اي بي اوزبيف بيوريتي اكبر حاجه كام؟ بس خلنا 15 دو رايت كلير كلير
بروسيس يس كلير برضه في الكور كلير كلير اي بي والبيف بروسيس كلير اي بي والبيف بروسيس تقول له دو مش مشكلة يس للديستريبيوشن كده سيسكو 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 كلير اي بي او اس بي بروسيس يس للديستريبيوشن تو سيسكو 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 enable Cisco I clear IP OS web process yes المفروض دلوقتي تمام اوكي قايلين له في distribution 1 ليه كده يا جماعة؟ عشان هو انا عملت ظبطت الموضوع ده شو IP OS web enable خمسة ستة دي ار دي دي ار ستة دي ار بالنسبة لإيثرنت 1 و دي دي ار بالنسبة لإيثرنت 2 تقريبا فأنا عايزهم ده واحد دي ار وواحد بي دي ار اتنين هو البي دي ار هو البي دي ار ليهم تمام بس ازاي في اتنين دي ار دي ار ثواني ايه كتير تعال نقول له كتير تاني لان كده ايه الدنيا مش مركزة بروسيس ايوه عايز فول دي ار ده 15 البيوريت بتاعته 15 ونخلي ده زيهم بالظبط لا خلاص نخلي الكور سويتش اتنين كور سويتش اتنين نخلي زيهم فين كور سويتش اتنين انترفيس رينج ونقول له اي بي او اس باك يونت واحد زيك زيهم و نقول له يا عم انت ايه كلير كلير يس هنا نفس الكلام نقول له كلير يس و الديستريبيوشن التاني خلي الدنيا كده ايه واضحة ديستريبيوشن 1 نقول له شو اي بي اوز بيت نيبر ده كده دي ار ايثرنت ار دي دي ار وده بي دي ار ما عملناش حاجة ده كده ما عملناش حاجة دي ار ودي دي ار سبت زيرو انترفيس طب خلينا على الكور سويتش التاني برضو اي بي اوز بيف اوز بيف نيبر نيبر ده بي دي ار واحد بي دي ار ده دي ار ماشي ده بي دي ار ليه بي دي ار غريبة يعني المفروض انت البي دي ار انت اعلى اعلى منه بكتير تمام نروح على الديستريبيوشن ده كده او نروح على الكور سويتش 1 نقول له كونفيج تي نقول له انترفيس ونقول له اي بي او بيف خليها واحد زي يعني نقول له بعدين كلير يس
عايز اخش على distribution 1 شو اي بي او سويت نيبل، بدي اقرا ازاي يعني؟ لازم انا ده كله بدي اقرا دي ممكن دي اظهر يعني مين دي ار اظهر سكندري كور اوكي كلير باس هو يس 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 على هنا تاني ده برايمري سويتش، ده برايمري سويتش شو اثبت بي دي ار كلهم بقى بي دي ار هتقبلونا ولا ايه كده الموضوع؟ في حاجة الكلام سيسكو دي دي ار دي بي دي ار دي دي ار ودي دي ار تمبنج بقى 10 ضد 10 3 الله شغال يعني شاب كله ان شاء الله عليك. ده ديستريبيوشن 1 بينج 10 ضد 10 ضد 10 واحد ماشي كام اللي هو 10 ضد 10 ضد كام عم أحمد؟ 20 واحد اتنين ممتاز و3 كده نخش على كده مخشش على حاجة. أنا عايز أعمل حاجة حلوة إيه؟ سيب الفايرول دلوقتي، عايز بس أعمل حاجة عشان نخلص من الموضوع ده. إيه؟ هشيل، مش هشيل بقى، هشيل كده الرجالة دول كده، أقطع رجليهم. شغالين انا مش عايز، انا عايز اشيل دول بس ليه يعني؟ مش هنقدر الدنيا شغالة كان مترايز فايل ديسك تمام اوكي. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اشيل حاجة، اشيل دي الكيبل ده كده بيحصل المشكلة فيه. ايه ايه يقول لك ايه يا عم الحاج؟ ايه المشكلة؟
بس مثلا منه كده، تعالى نحط الأجهزة دي طيبات ونشوف شو هتطلع. تست تست 1 2 3. تمام، هذه المشكلة دي. بص يا جماعة، احنا عايزين نعمل بينج مستمر. تمام، في حالة ان الكول سويتش ده هعمل ايه؟ الانترفيس ده انترفيس
الانفصال الزيرو ده هعمله شت داون. البرايمر كول سويتش ده مش عايز كول سويتش، انا عايز ديستريبيوشن ده كده. نخش على distribution on Cisco enable Cisco نقول له انا كنت بقى اعمل بنج على ايه، على 42 34 تمام. هذا نقول له interface سبعمية زيرو سلاش تو كونفكتي interface ethernet 0/2 shutdown. الحالة بتاعته اتقلبت ان هو كل الكونفيج كل الليلة كلها اتقلبت فين؟ على ال على التاني، والبنج لسه ما تحصلش بأي حاجة تمام. ده الفكرة، الفكرة ان انت ده قلب بي ار بي ده بقى الماستر هو التاني. حتى لو جيت تبص تمام ده كده، لو انا جيت قلت له تاني شد نو شت داون هيرجع هو الماستر، البنج مازال شغال كل اموره تمام. ده كده حتة النتورك. أنا كنت عايز أخلي يعني الحتة دي بكده أخليها حتة إيه بقى؟ إن أنا كنت أنا إيه اللي كنتش أنا هروت دي أوز بقى. أنا كنت هعمل ستاتيك روت هنا على الاتنين، أنا ستاتيك روت هنا وستاتيك روت هنا، أو نروت أوز بقى فعادي جدا ما بين التو فاير وول عادي، او اس بيف او اس بيف ما بينهم الاثنين عادي، ترويت عادي جدا او اس بيف. بس انا كنت هعمل ستاتيك روت واقوم جاي هنا عامل ديفولت روت. هعمل هنا ستاتيك روت او ديفولت روت يرمى على الكول سويتش الاولاني، وديفولت روت الثاني يرمى على الكول سويتش الثاني الاثنين مع بعض. وهنا نفس الكلام هعمل ديستريبيوشن او ستاتيك روت اللي اسمها ايه ليه للسيرفرات بتاع النتورك بتاع السيرفرات ستاتيك روت هنا وهنا. اقول له انت عايز تروح لدي ارمي على الفايرول الاولاني اللي هو ده اللي هو الاكتيف، وده نفس الكلام هعمل برضو. واجي اعمل اري ديستريبيوشن تمام جوه الفايرول جوه الاو اس بي. هقول له مثلا لو انت عايز تروح للسبنت ده مثلا ارمي يعني اللي عن طريق الستاتيك روت اللي عندي تمام، او نروت اوز بيب. ايه رايك نروت اوز بيب؟ بس انا هعملها لكم بالستاتيك روت واقول لك انها شغاله تمام. ده كده بنك اموره تمام. انا اقدر اخش على الـ على الكور، هنحط مثلا بينج على الكور سويتش، نحط مثلا ايه مثلا نحط نقول لك 10.10.10 دوت كام، خلينا 10.10 دوت دلوقتي مين اللي واقع، خلينا نقول له اس اس اتش ده الكور سويتش الاولاني ادمن سيسكو سيسكو سيسكو. خلاص انا بقول لك ان انا اقدر اخش دلوقتي على الكور سويتش الاولاني. في حاجه بقى من باب السكيورتي ان انت بتعملها. بص يا جماعه، انت دلوقتي عندك الكور سويتش او الديستريبيوشن سوري عندك في هنا ديستريبيوشن عليه اكتر من فيلان. انت تيجي عايز تخلي الفيلان السورس اس اس اتش يكون من فيلان واحده، يعني ما حدش يكتب اي فيلان سابق. يعني مثلا دلوقتي انا كتبت على الجهاز ده قلت له عايز ثواني عايز اخش اس اس اتش على 10.10.10.1 خششني كده
ده كام؟ كده ثواني، ايه اللي دخل ده مثلا كده؟ قلت له انا كده 10.10.10.1 اس اس اتش. هو انا دخلت، بص يا جماعه، ليه طلب من ليه بيعمل اورر معايا؟ عشان انا عملت، شوف هنا قال لك هو بلوكد، اتعمل له بلوكد لمده دقيقه، ستيلينج تايم ليفت فور كذا، دي عمليه البلوكينج. انا دخلت الباسورد في 3 مرات غلط لمدة 30 ثانية غلط، فعمل لي بلوك لمدة ساعة. طب ما اجي اخش ما رضاش يخش معايا. إيه هي بانت معاك هي الريزون اللي هو اللي يكون ايه اوثنتيكيشن فيلد، فعمل له بلوك. بقول لك بلوك ده من باب السكيورتي، حد بيعمل عندك مثلا دوس اتاك على الديستريبيوشن ويجي يخش تاني يتعمل له بلوك. تعالى نخش تاني على نقول له اس اس اتش مثلا على كنت انا عايز اعمل حاجه، الميزه كنت هقول لك عليها بس خليها دقيقه كده، وانا اخش تاني عشان اقول لك ايه اللي انا كنت عايز اعمله. لو انا قلت له 10.10.10.1 المفروض سيسكو، ماشي سيسكو نيبل سيسكو صح، ده فيلان 10. طب انا ممكن اخش من فيلان تاني اللي هي اس اس اتش تاني 10.10.20.1 مظبوط. لا انا عايز اعمل حاجه بقى، اعمل ريستريكت اللي عايز يخش من فيلان فيلان 1 بس. ازاي هتعملها؟ هتخش على ديستريبيوشن 1 كده تقول له سيسكو سيسكو، نقول له نيبل ونقول له كونفيج تي، ده سيسكو برضو سيسكو، ونقول له كونفيج تي ونقول له اي بي اس اس اتش اس اس اتش، نقول له سورس انترفيس فيلان 1. بص يا جماعه احنا كنت دلوقتي داخل من 20 وداخل من 10 صح؟ تعال نخش تاني، هنخش من فيلان 20 10 دوت 10 10 سورس انترفيس فيلان ايه كام واحد، ايوه اي بي اس اس اتش ده الديستريبيوشن، ايوه نقول له ماشي. المفروض دلوقتي هنا نقول له لاين في تي واي 0 4، نقول له هنا ثواني اكسس كلاس دي عارفينها داتا ديسكونكتد النقط اللوجن سكريبتنج باسورد تلنت ترانسبورت، احنا قلنا ترانسبورت عادي. الاي بي دي كده الاي بي سيشن، خلاص انا ممكن اشغل اي بي. عاوز اجيب لك موضوع السورس اللي هو اللي يقدر يخش من السورس بتاعه 9 بيت واي، ونقول له ترانسبورت هنا بقى انبوت كده الفيلان، ماشي انا مش عايز الفيلان، هي كده ترانسبورت انبوت، هنقول له بريفير يفضل انت تستخدم مين، ماشي. تاني لاين مثلا انا كتبت المفروض كده مظبوط، لو انا جيت حبيت اخش من فيلان 10 يعني مثلا لو انا جيت قلت له هنا كده 10.10.30.1 المفروض كده المفروض ما يدخلنيش، يعني المفروض سيسكو سيسكو نيبل سيسكو سيسكو، لان انا هنا قلت له المفروض انا قلت له هنا اي بي اس اس اتش فيلان سورس انترفيس سورس، قلت له فيلان كذا، فاهم قصدي؟ فيلان واحد قلت له انت تمام. هنا تقول تعالى تاني، تعالى نشوف موضوع الريستريكت مثلا هنا اي
اس اتش اوثنتيكيشن بريك كلاينت اي بي اس اتش كلاينت سيرفر سيرفر public key source interface and out port traffic say the client ماشي algorithm MAC encryption لا ده هنا خلاص المفروض انا كده خلصت عشان ايه انا كده خلصت. طب نشوف انا اخش اس اس اتش على التاني اخش ار دي بي سوري ار دي بي على ال 10.10 30.10 اوكي تيست يوزرز هو هناك امور تمام كل حاجة تيست المفروض فوق يوزر تيست اوكي تمام المفروض الامور تمام دلوقتي انا داخل عليه كنت عايز اعمل ايه تاني كنت عايز الفكرة بتاعتنا كده الفكرة أنا كنت عايز أعمل إيه خلاص كده إيه كنت عايز أسيب الكونفيجريشن على كل الأكسس عشان أكمل الكونفيجريشن بكرة خلاص كده سيسكو عشان أسيب اللاب كده سيسكو ده طويل مش هينفع أعمل له كونفيجريشن تاني رايت ميموري اوكي هنا برضه نفس الكلام ديستريبيوشن او كور الكور رايت اتنين رايت وان كور سويتش وان رايت سيسكو رايت مور ويقفل رايت مور ويقفل خلاص هنا برضو نفس الكلام سيسكو سيسكو نيبل سيسكو سيسكو عايزكم تعالوا نشوف السيرفر مش عليه برضه
شايف عليه. شكرا. شكرا. شكرا.